التقى مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي بمدينة العالمين الجديدة على اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء. تستهدف الخطة تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة. كما وافق المجلس على تخفيض الحد الأدنى لرأس مال شركات الشخص الواحد ليصبح 1000 جنيه بدلا من 50000 جنيه. كما وافق المجلس على قرارات رئيس الجمهورية بإنشاء عدة جامعات أهلية.